مرحبا واضح، أنا اليوم موجودة بواحد من أكبر مطاعم الشرق الأوسط. بهذا الفيديو لأخذكم على مطعم هيرور اللي بلغت تكلفته أكثر من 10 ملايين دولار. أنا موجودة هلأ بوحدة من أكبر الصالات بالمطعم، وهي الصالة الرئيسية بتساع 180 شخص، وهلأ رح أتذوق شي كتير شهي ما بعرف شو هو، رح نشوف شو رح يحضر لنا الشيف. من الصالة الرئيسية رح انتقل لقسم الكوفي شوب، هيدي الغرفة اللي بتساع أكثر من 140 شخص، إذا حابين تجوا تاكلوا هون فيكن كمان تشربوا أرجيلة أو تطلبوا أي مشروب بتحبوه سواء كان سخن أو مسقع. صالة الـ VIP بهيرور بتتميز كتير بديكورها الكلاسيكي مثل ما انتو شايفين، وكمان بتتميز بطاولاتها الـ VIP، فإذا ما بتحبوا تجوا تاخدوا طاولة عادية بالصالة العادية فيكن تجوا على قسم الـ VIP، كمان في غرفة خاصة داخل قسم الـ VIP وتعرف بالغرفة الملكية. خلونا نفوت لجوا ونشوف سوا هيدي الغرفة.